والحمد لله أمورنا طيبة بجية هالري، والري ما شاء الله أنعش العالم كله، والحمد لله أنتج إنتاج قبل الأحداث ما في شيء. هلا والله إنتاج زين، أما النقود عيالنا وهذا الحصاد خلصنا وجانا والله حاصل زين، إجا إن هذا كله بنصرفه على عيالنا والحمد لله. والله قبل والله على آبار ما في إنتاج، ليش؟ المي ملحية، آبار ما تقدر تفلح. هلا فالحين يجي 100 دانة ما تفلح، 20 دانة ما تقدر تغطين، لأن وراها تصليح، وراها مازوت، وراها كركبات ثانية ما تقدر تغطي. أما هلا قطاها الري من شاطئ النهر إلى شاطئ البادية، اليد العاملة منتجة واستفادت من نقل ولا حصادة ولا دراسة ولا كله بمشروع الري.